كلهم وحشينك يا ابو العلا. اثر وحشتهم انت كمان. اكيد اكيد ده انتوا اللي فاضلين لبعض من العيله الكبيره دي كلها. وحشني والله حضره الناظر، وحشاني قوي يا نعمات. لكن يا ترى ايه اللي جرى بينك وبين ولادك؟ هتروح لمين الاول يا ابو العيلة؟ لمين؟ بالدور بالدور حسب السن زي زمان.